أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا جل في علاه قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم وجهه ربنا سبحانه وتعالى لحسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس، فقال جل في علاه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبين الله جل وعلا أنه مع مرتبة النبوة العظيمة، ومع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولياء، وهو خاتم الأنبياء، وهو المقدم يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، إلا أن ذلك لا يغنيه أبدا أن يحسن خلقه مع الناس. ولما أثنى الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عروة بن الزبير ابن أختها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى المسلم والكافر، يحسن إلى الحر والرقيق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقرأ في القرآن قول الله جل في علاه: وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام. قالت: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة أن كثرة الصلاة والصيام وكثرة العبادة والتقرب إلى الله تعالى إذا لم تؤثر في أخلاقك، فلم تلزك رفقا في التعامل مع الناس، ولم تكف أذاك عنهم، فما حققت الغاية منها. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة هي كثيرة الصلاة والصيام وكثيرة العبادة والقيام، لكن هذه العبادات لم تؤثر في أخلاقها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أصحابه دائما أن التخلق بالأخلاق الحسنة هي رمز من رموز الإسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس يوم القيامة بالقرب منه، عن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الفظ الغليظ الذي لا يتآلف مع الناس ولا يأذن للناس أن يتآلفوا معه، هذا لا خير فيه. وقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى أن حسن الخلق يرفع العبد في الدنيا والآخرة، قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فلئن نافسك الناس في قيام الليل ونافسوك في صيام النهار فافعل ذلك إن استطعت، وزد عليه أن تحسن أخلاقك مع الناس. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ينبه دائما على هذه الفضائل لأجل أن يبين لأصحابه أنكم بأخلاقكم تكسبون محبة الناس، بأخلاقكم تدعون الناس إلى الإسلام، بأخلاقكم تعيشون سعداء مع زوجاتكم، بل مع أهليكم جميعا من والدين وأبناء وإخوة وأخوات، بالأخلاق تستطيع أن تأسر قلوب الناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ثم قال: وزعيم في بيت في وسط الجنة، ثم قال: وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. و
وزعيم لبيت، يعني يبشر حسن الخلق ببيت في ذلك الموضع العظيم، وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه دائما من حسنت أخلاقهم مع الناس لأجل أن يوكلهم على أموره.